هنتوقف مع حضراتكم دلوقتي عند حدث. الحدث ده بيخص شخص واحد فقط، يعني شخص واحد، مواطنة مصرية واحدة، ولكن الحدث ده الحقيقة بيبعث في النفس أمور كتير ومعاني كتير جدا. في سيدة مصرية، ست سلوى عبد الموجود، هي من كفر الشيخ وتحديدا من عزبة العتيقي أو العتيقي، أرجوكم سامحوني، يعني في مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ. السيدة دي كانت مصابة بورم وتضخم في القدم، وكانت الحقيقة كانت بتعاني من حالة صعبة، من حالة طبية معقدة، وأهلها عملوا استغاثة ومناشدة، وكان ناس كتير بتحاول انها تساعد وتوصل، لحد ما الصوت اتسمع والنداء اتسمع وحصلت استجابة. مش عايز اقول لحضراتكم الراحة النفسية والسعادة اللي عند الست سلوى نفسها وعند اهلها بعد استجابة رئيس الجمهورية للنداء بتاعها ووجه بعلاجها على نفقة الدولة، وبالفعل تم نقلها زي ما حضراتكم شايفين بعربية اسعاف مجهزة، فريق طبي متكامل، نقلت إلى المستشفى الجامعي في كفر الشيخ عشان تتلقى العلاج بعد المعاناة الشديدة من حالة الورم اللي كانت بتعاني منها واللي كانت هتؤدي إلى تداعيات مؤسفة، ولكن الحمد لله وشكرا جزيلا للاستجابة لحالة الست سلوى. اتشرفت بيك. سعيدة ان انا شفتك. وانا اتشرفت بيك ان انا شفتك هنا والتقيت بانسانة صالحة. وجعلك يا صدر مضلة تضلل على العالم كلته. يا رب. انا تحت امرك. بقول لك انت مش محتاج تقول لي غير انا عيني لك ولكل مصر. اهلا بيك اهلا بيك. مصر كلها بتحييك ويسعدك ويهنيك. امين يا رب. ويطرح البركة فيك. خدوا حاجتك بقول لك. خدوا مكاني. لا ليكي مكان. لا ربنا يسعدك ويخليك ويحميك من كل شر. يا رب يحميك من كل شر. احنا علينا ليه؟